بث مباشر اليوم بين المنتخب الجزائري ونظيره سيراليون في مباراة قوية في الجولة الأولى في من كأس أمم أفريقيا. مباراة اليوم سوف تكون قوية وصعبة نظرا لقوة المنتخب الجزائري وأيضا السيراليون منتخب ضعيف جدا. ربما المنتخب الجزائري قد يكتسح هذا المنتخب السيراليون لأنه منتخب ضعيف وبدون نتائج إيجابية في المباريات السابقة. نعرف أن المنتخب السيراليون في آخر مباراة الودية لعب أمام زوز القمر وانهزم هزم بإثنين لصفر. أما المنتخب الجزائري العملاق فاز على المنتخب الغاني في آخر مباراته بثلاثة لصفر. هنا يتضح الفرق أن المنتخب الجزائري قوي على المنتخب السيراليون في هذه الجولة الأولى. مباراة هذه منقولة على قناة بين سبورت ماكس وأدنى الجزائرية الأولى بتعليق حافظ الدراجة على قناة بين سبورت ماكس. أما توقيت المباراة سوف تلعب في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم.